متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لا شك أن الجميع يعرف زيادات الأسعار الصاروخية التي ارتفعت في الآونة الأخيرة، ولا سيما زيادة ثمن المحروقات في المغرب. في هذا اليوم نستضيف الأستاذ رضا الحسناوي، رئيس المرصد الوطني لحقوق النقل بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ليحدثنا عن قطاع النقل بمدينة طنجة وعن الزيادات الصاروخية وكيف استقبلها هذا القطاع ومواضيع أخرى. أستاذ رضا، أهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، شكرا كذلك لك، فرصة سعيدة هذه رغم أن الوضع غير سعيد ولا يبشر بالخير إن شاء الله. أكيد أخي رضا، نبدأ معك. من نهار كان الثمن ديال المحروقات في المغرب 8 درهم ونص وبقى طالع شيئا فشيئا، كيفاش كانت الارتصامات ديالكم على هذه الارتفاعات؟ أستاذ يوسف، إلا رجعنا الماضي القريب والثمن الغازوال اللي كان في حدود ما بين 7 درهم و 8 درهم و 50، كانت يعني المعنيين النقل يشتغلون بأريحية والأمور ماشية بحال اللي كنقولوا. طبعا بدا الغازوال كيعرف واحد النوع من الارتفاع شيئا في شيئا. كمواطنين وكميانيين كنا يعني دائما مادام الارتفاع مبرر ومادام هو مرتبط باسواق عالميه وغير ذلك فكانت الامر مقبوله وخدام. طبعا ان الحرب ما بين اوكرانيا وروسيا الان وصلنا لله، لكن قبل ذلك ملي كان كيرتفع بشويه شويه كانت الامور عاديه بالنسبه لنا بدون سبب. لا، ملي كيرتفع بشي اسباب خارجيه كنقولوا نعم كاين اسباب، ولكن ملي كتوصل لارتفاع صاروخي وغير مبرر فاكيد ان يعني النقل ما كيسكتوش وكيقولوا بان هذا لا ينفع ويجب يعني اعاده النظر في هذه الاثمنه هذه، كما حدث مؤخرا قبل شهر المغرب كامل عرف بان يعني النقل بدايه من 15 فبراير الماضي أصدروا بلاغات، منها ما يطالب بالمؤخرتين ديالو بالزيادة في التسعيرة، منها من يطالب بوقفة احتجاجية، ومنها من يطالب بإضراب. وإحنا نفسنا كمهنيين ديال النقل المستخدمين يعني احتجينا، نزلنا للشارع وأيضا أعلننا على إضراب لسبب مرتبط بالمحروقات وغير ذلك. فقديم قبل كانت ملي كتكون الزيادة مقبولة كنعرفوها مرتبطة بالأسواق العالمية فعادي كنبقاو نشتغلوا، لكن الآن طلع الفارق من ذاك الوقت دابا باكثر من 6 ديال الدراهم، رغم ان التسعيره باقا هي باقي نفس الخدمه اللي كنخدموا باقي نفس الثمن وغيره. فالان الامر غير ساوي، لان علاش؟ فعلا ذكرتي الحرب ديال اوكرانيا وروسيا كان عندها اثر، تقبلناها نوعا ما. طلع برميل النفط من 95 98 الى 123 وصلت 123 دولار، تقبلنا ديك الارتفاع، لكن رجع تراجع ديال برميل النفط والاسماك بقات كما هي. فهذا ما اخرج يعني المهنيين للشارع ولاصدار هذه البلاغات الى غايه ما جلسوا مع الوزاره، وجلسنا مع الوزاره بجوج، الوزاره المكلفه بالميزانيه بعد الوقفات الاحتجاجيه جلستوا مع الوزاره. اكيد نعم، يعني باش ما تعملوش اضراب جلسوا معكم على طاوله الحوار. طبعا احنا ملي خرجنا للشارع كان المطلب واضح، هو ان هذا الارتفاع هذا سيضر بالمصالح ديال المقاولات، بدءا بالمقاولات ثم الى المواطن بشكل مباشر. الى ضرت المقاوله راه نقل البضائع، فالبضائع غادي تطلع الثمن ديالها على المواطن. نقل الاشخاص، الاشخاص غادي يبقاو يتنقلوا بواحد التسعيره زايده لا في التاكسي ولا في الكار ولا غيره. لذلك كان الناطق الرسمي باسم الحكومه واضح وكان كيقول بان هذا الدعم هذا مقدمينه المهنيين النقل باش ما ترتفعش القدره الشرائيه، باش ما تضررش القدره الشرائيه ديال المواطن. شنو كانت الانتظارات ديالكم انتم في ايام الاحتجاجات من الجهات المسؤوله؟ هو دابا حنا ملي احتجينا على الزياده في الاسعار ديال المحروقات، وشيرنا على ان هذه الزياده هذه ماشي فقط من الان، راه لاكثر من سنتين وهي كتزاد. راه برميل النفط توصل واحد المستوى ديال 40 دولار، والغازوال بقى في 9 درهم و10 درهم، وهو طالع من 40 دولار والغازوال طالع بواحد الشكل قياسي. فاحنا ملي احتجينا وتم فتح حوار معنا بامر مباشر من رئيس الحكومه، فتح حوار مع المهنيين اللي ترأسوا هذا الحوار هو وزير النقل والوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية. جلسنا وعطينا الانتظارات ديالنا، قلنا بأنه خص يكون يعني دعم
اللي يعوض هاد المهنيين على الضرر اللي هما كيعانيو منه ويمكنهم انهم يستمروا في المقاولات ديالهم ويقدموا الخدمه. طبعا كنتو كتسناو انهم يعاونوكم حتى في الضرر اللي فات ديال ايام. طبعا طبعا على الاقل اقلها ملي ارتفع الغازوال من 9 دراهم الى الان كان خصهم يعتبروا واحد السنه اللي دازت يشوفوا لها الحل ديالها كيفاش يعملوا. ماشي ضروري يكون شكل دعم مادي مباشر وانما دعم اخر عن طريق مثلا هادشي ديال الضرائب وغير ذلك. الا اننا فوجئنا بانه بعد ما قالوا بانه كاين منصه وكاين دعم يتوصلوا به المهنيين مباشر تفاجأنا ان الدعم هو محدد في لكل مقاوله واحد المبلغ مالي لكل مركبه عندها. يعني الا عندك انت الا انت عندك مقاوله عندها 4 المركبات كل مركبه عندها واحد الدعم واحد المبلغ مادي. فانا كتختلف نقل البضائع رموك ماشي هي نقل المستخدمين. نعم ماشي هي تاكسي فكان والكار او كيختلف فاعطى واحد المبالغ الكار مثلا 6200 الرموك 7000 التاكسي 2200 تاكسي 1600 صغير نقل المستخدمين 1200 نقل المدرسي اللي حساب غير 1000 درهم لكل عربه ما مجموع واحد 2 مليار درهم حددوها على انها غادي تفرق 180 الف عربه على المستويات. فملي كتجي كتطلع الحساب كتلقى بان مثلا احنا في نقل المستخدمين 1200 درهم للمركبه هذا الدعم هذا اولا واش حددوه واش شهري ولا اسبوعي ولا واحد المره في الحياه فقط. مؤخرا خرج الناطق الرسمي باسم الحكومه وقال هذا الدعم هذا سيكون لمره واحده ومدبرها حاكم. فانت تزاد لك الغازوال من 9 درهم وصل دابا حتى 14 درهم و 46 وعطيك 1200 درهم من المركبه قسمها كيف ما بغيتي وحسب لها كيف ما بغيتي. اش من دعم هذا؟ هل هذا دعم؟ ليس دعم. فالانتظارات ديالنا ما كانش ما كانوش عند التطلعات ديالنا والارتصامات ديالنا جد سيئه على هذا الدعم هذا. هذا باختصار في هذا الموضوع. الارتصامات ديالنا راه ماشي هي هذيك وراه دابا حاليا كاين غليان في الوسط المهني وكاين اجتماعات متعدده ديال مهنيين النقل في الهيئات ديالهم اللي القيام بالخطوه القادمه اللي ما تقدرش تعرفها كيفاش غتكون. دابا بالنسبه للجهات المسؤوله ما قلتوش شكون ربما واش كانوا خوفانين من ذاك الاضراب اللي قلتوا غتعملوه وعطاكم هذا الدعم غير باش يسكتوكم ولا؟ شوف بكل تاكيد طبعا علاش هذا الحوار هذا؟ لان الدعم الاضراب ديال المهنيين النقل راه ماشي سهل. الممثلين ديال المهنيين الاستثمار في المعرفة. طبعا نحن نتحدث عن البضائع، نتحدث عن نقل الاشخاص، نتحدث في مدينه طنجه عن نقل المستخدمين. طبعا فاكيد ان رد فعل ديال رئيس الحكومه كان سريع ومهندس هذه الخطه يعني احييه من هنا كنقول له برافو يعني قدر انه يربح وقت فقط يربح وقت لان القادم لا نعلمه. علاش؟ لان هذاك الشيء ماشي في مستوى. فمن بعض الاحتجاجات ومن بعض التهديد بالاضراب وغير ذلك كان هذا هو الحل. احنا في طنجه نقل المستخدمين ما كانش غادي يستفد من الدعم اصلا. علاش؟ لانه رئيس الحكومه كان واضح، وزير النقل كان واضح، قال بان الفئات اللي غادي ديال المهنيين النقل اللي غادي يتوصلوا بالدعم هم الفئات اللي مرتبطه ارتباط مباشر بالمواطن وبالقدره الشرائيه للمواطن. مثلا التاكسي انا نعطيوها الدعم باش ما يزيدش في التسعيره. اسمح لي سؤال كفضول ربما تقدر تكون عندك معلومات، علاش الدوله في بلاصه ما تجي انها تعطي كل ترونسبور وكل تاكسي ديالو، علاش ما تمشيش هي تعطيها المكان اللي كيوزع الغازوال يعني تساعد كل شيء؟ لا لان الا عملت هكذا يعني النقل غيبقاو في الاضراب ديالو. لا ولكن راه عاونات. لا ما كتسماش عاونات لان واخا تعاون شحال غادي تعطيهم؟ هذوك الناس كيبغيو الربح الكبير. الى 2 مليار درهم فرقوهم وما عندهم 2 مليار درهم راه بحال 2000 درهم ديالنا الناس ديال اللوبي المحروقات. تعطيهم 2 مليار درهم راه لا شيء. حنا 2 مليار درهم نقدروا ندوخوا بها فدوخونا وربحوا وقت. لذلك فكروا قالوا لا حنا الا عطينا المحروقات ما يبانش بعدا حيت المبلغ ضئيل والناس المهنيين النقل غيتعصبوا يقول لك شوف هادو كيربحوا عاد زادوهم وحنا ما عطوناش اذا غيبقى نفس المشكل. لذلك فضلوا انهم يجوا يدوروا هكذا ويعطيوها لنا لنا حنا مع العلم باقي ما جبرنا والو باقي مجرد تسجيل في المنصه واستنى ان شاء الله.
شاء الله بيكون على الخير. شوف والله يعني احنا ما مشيت في بلدي لنا لاش لان ذاك المبلغ اللي عطاو لا شيء لا شيء خصوصا من اللي زادوا راه عطاو 2 مليار درهم وغير من ذاك الوقت من دابا غير من اللي قالوا باقي ما عطاوهاش اصلا غير من اللي قالوا غنعطيو 2 مليار درهم من دابا راه رجعت عندهم هما ب 8 مليار درهم فعلا الله على الحساب كيف ما بغيتي. في نظرك الشخصي دابا حاليا كما كنشوفوا على المستوى العالمي الارتفاع ديال الغازوال كيتراجع المغرب تبارك الله باقي طالع في نظرك شنو الاسباب؟ شوف احنا ولفنا ان عندنا ناس ما كترحمش المواطن المغربي بكل صراحه. هادوك الناس بيعوا شرايا خصهم الفلوس خصهم الربح عقليه ربحيه ولفوا حتى هما الا ما كانش الضغط عليهم الا ما كانش الضغوطات الا ما كانش اعلام كيهضر عليهم الا ما كانش احتجاجات الا ما كانش اضرابات راه ما يرحموناش. هادو الناس ديال المحروقات نعطيك مثال بسيط راه كيكون الثمن محدد برميل النفط الثمن ديالو مثلا $100 معروف النهار اللي كيتزاد كيطلع ل $105 لا غد له كيتزاد الغازوال عندنا ما كيضر ما كنقول لك راه تزاد في العالم تزاد برميل النفط وانا ما عندهم ستوك وعندهم مخزون هما لا واخا شراو داك المخزون بثمن رخيص لا ما كيهضروش عليه في الحين كيطلعوا الثمن النهار اللي كينزل برميل النفط الثمن ديالو اقل من $100 ما كينزلوش الثمن هما ديك الساعه كيستناو بلاتي علاش وقال لك راه عندنا مخزون داك المخزون شنو المخزون داك الشيء اللي عندك انت اصلا انت شاري بواحد الثمن قليل فهمتي فكيقول لك لا استنى ملي طلع انا المخزون نشري بثمن طبعا حيت ملي طلع اول مره ما هضروش على المخزون الله غدا طلعوه ولكن ملي كينزل ما كينزلوش والادى والاخطر والامر والخطير جدا في الموضوع هو الان ثمن الغازوال كان كيتغير في محطه الوقود كل 15 يوم مؤخرا هاد العشر ايام هادي بدا كل خمسة ايام كيتغير الى ماذا صعودا ارتفاعا كيطلع كل خمس ايام هذا كيتم استغلال للمواطن واستغلال هاد المغاربه. انا ما اعتقد ان البارح طلع وقبلها باربع ايام طلع حاليا فين وصل؟ وصل 14.46 ولاول مره الغازوال كيفوت البنزين الليسانس في المغرب ما يدعش زعما الليسانس راه عنده قيمه لا لانه ما الهدف من الزياده شنو هو باش يربحوا شكون اللي كيتباع في المغرب اكثر طبعا باقي طبعا جشع صاحبي جشع الان هو المازوت اللي كيتباع اكثر من الليسانس ضروري يطلعوا فيه زايد باش يربحوا اكثر. استاذ رضا دابا حاليا اذا وضعنا المجتمع المغربي في كفه وضعنا مهني النقل في كفه من الاكثر تضررا المجتمع المغربي على كل المستويات طبعا لان الا جينا نتكلموا على مهني النقل كيستعملوا اكثر اكثر طبعا لان الا جينا نعملوها حساباتيا وبشكل مباشر شكون المضرر مثلا عدد المركبات في المغرب شحال ديال السيارات راه فايت 4.5 مليون عدد المركبات المهنية النقل ما وصلش 300,000 مركبه واش 300,000 هي 4 مليون مركبه هذه وحده الاكثر استعمالا للغازول هو المواطن صحيح ان المهني كيستعمل اكثر لكن المواطن العدد ديالو كثير كيستعمل اكثر ثم الى الضر المهني النقل راه بشكل غير مباشر غادي يضر المواطن الزياده في الاسعار ديال المواد الضروريه لان هذاك المهني النقل هو اللي كينقلوا البضائع هو اللي كينقلوا يوصلوا ما بين مدينه وغيره وبالتالي دائما المواطن غادي ياكل الضغط بحال اللي كنقولوا الله يكلف خير اذا في نظركم دابا سعر الغازول واش يقدر يحبس هنا في 15 درهم 14 درهم ولا باقي ان شاء الله شبار طالع من فوق؟ لا باقي طالع. اولا هذه معلومات ما جا من مصادر موثوقه ديال موزعي المحروقات كلهم كيقولوا بانه باقي طالع هذه من جهه ومن جهه اخرى غادي نرجعوا نفس العقليه ديال الربح وغادي نرجع نذكرك اللي قلته قبيلتي قبل قليل اللي هو انهم مادام ما كاينش ضغط عليهم لن يتوقفوا عن استغلال المواطن غادي يزيدوا. اسمح لي واحد السؤال مشوشني انا بعدا دابا حاليا كاين بزاف ديال الشركات في المغرب اللي كيوزعوا الغازوال علاش كنلقاو انه كاين واحد الفرق ما بين الشركه الاخرى يعني ربما واحده تلقاها عندها ناقص بدرهم واحده بدرهم و50 واحده ب90 فرنك علاش كاين هذا الفرق ومع العلم انه ما جي من مصدر واحد؟ شوف هاد النقطة هادي فيها نقاش. أولا كاين اللي مرتبط بالموقع ديال محطة الوقود مثلا واحد جا بعيد شوية وهو عنده نفس الثمن ديال واحد قريب ولكن إذا تحدثنا عن المجال الحضاري دابا هنا في طنجة حتى في المجال الحضاري حتى هنا راه نفس الشيء
على حسب عاود حتى هو دابا حنا كميانين اللي كنعرفوا حتى الجوده ديال الغازول بلا ما نسمي لك راه كاين محطه الجوده ديال الغازول ديالها راه ماشي تما تعملوا واخا رخيص خلط بالماء ما نعرف باش المهم كتعملوا رخيص والو ما خدامش حنا كميانين اللي كنعرفوا هذه النقطه هذه وبالتالي كتلقى داك دائما كيبغي يجلب داك المواطن انه كيطيح داك 10 فرانك 5 سنتيم وغيره. واخا استاذ رضا انتم كمهني النقل شنو هي الخطط المستقبليه ديالكم لمحاربه هذا غلاء الاسعار؟ طبعا اعتقد انه لو كان الدعم مناسب لكم ما كنتوا تعملوا والو، ولكن الدعم ماشي هو اللي كنتوا كتسناو، يعني شنو تقدروا تعملوا في هذه الفتره هذه؟ شوف ما تبيناش باننا حنا عاود طماعه ولا حنا باغيين لا بعيدا عن الطماعه هذا حق هذه حنا مقاولات حنا بدنا كنخدموا خدموا عندنا التزامات وعندنا الا كان غادي يكون عندنا واحد الدعم مناسب فعلاش غادي نوضوا نغوتوا نوضوا حنا راه كاين مثل كيقول على المتضرر اللجوء للقرار اللي متضرر خصوصا اليوم فعلا حنا متضررين اشنو غادي نعملوا الان هذا كيرجع لعده اعتبارات وعنده علاقه ببعض الهيئات اللي المفروض انها هيئات كتمثل ارباب النقل الطرقي فما عرفناش واش كاين شي اتصال خفي ربما بين الحكومه وبين بعض الهيئات التي من المفروض ان تكون او من المفروض انها هي هيئه قويه تمثل قطاع النقل الطرقي وساكته بحال اللي كنقولوا داخله في جواها بحال اللي كنقولوا علاش وهما متضررين منخرطين ديالها والناس ديالها المهنيين ديالها متضررين وهي ساكته هذه هنا اسئله واش كاين شي تفاهم واش كاين شي اتفاق شي حاجه من وراء الكواليس ثم كاين ما اللي تحت منهم هما هيئات اللي اقل قوه ولكن كيمثلوا تاهما واحد النسبه كبيره هذوك الان كاين اجتماعات ديالهم كاين نقاشات حول الخطوه اللي ممكن تكون اللي واقع الان هو انه كاين مقاولات في طور الافلاس اما المقاولات الصغيره جدا فما تهضرش عليها تباعا يتم القضاء عليها تباعا الان في قطاع النقل المستخدمين كاين واحد افلاس شبه جماعي ديال المقاولات الصغيره جدا الغريب في الامر انه قبل سنه قال لهم اجيو نعطيوكم برنامج انطلاقه نعطيوكم فرصاج نعاونوكم نعطيوكم نواكبوكم وديكش سلفوا لهم الفلوس عملوا المشروع ديالهم الصغير خرجوا عليهم دابا باش يبقاو متابعينهم ما عارفين ما انا ما فهمتش هذه السياسه هذه كيفاش عامله وما فهمتش انا شوف انا نقول واحد الهضره ربما ما يعجبهمش بزاف ديال الناس ولا ولكن هذا واقع حنا كنشوفه وقلتها وباقي نقولها في العالم ملي كتكون انتخابات كينوضوا الناس اقتصاديا الكبار كيساهموا ماديا مع المرشحين باش يحميوا المصالح ديالهم الاقتصاديه حنا عندنا الاقتصاديين الكبار ماشي جابوا مرشحين ودعموهم باش يحميوا لهم المصالح ديالهم هما ترشحوا وما طلعوا لمراكز القرار اش كتنتظر منهم؟ اش غادي تنتظر منهم؟ استاذ رضا ربما عتكون سمعتي كاينه اشاعه تجول هنا في شمال المغرب وربما تقدر تكون في المغرب كامل ان اصحاب التاكسيات غيزيدوا في التسعيره ديالهم على المواطن. نعم بعدا كاين بلاغ ديال الجمعيه في مدينه الحسيمه كاين بلاغ في مدينه اخرى في الوسط لا ماشي إشاعة لا 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 حقيقة لأن علاش أولا سيارة الأجرة وقع لهم مشكل الدولة قالت غادي تعطيهم الدعم المفروض الدعم من يمشي للسائق لأنه هو اللي كيخلص المازوت لكن في النهاية المنصات كتوجه الدعم من المستغل من رب العمل فهنا المهنيين ديال سيارة الأجرة راه تصدموا الصراحة لأنه يعني هو اللي كيخلص المازوت وانت تعطي الباترون ديالو واش ديك الباترون جيتي له أبدا فكان ضروري أنهم يعملوا شي خطوة وخصوصا ان المازوت باقي كيتزاد فكاين بعض المدن اللي علنوا سيارات الاجره ديالهم الزياده في التسعيره هذا ما سيحدث ايضا في نقل البضائع في القريب العاجل راه غادي يزيدوا في التسعيره وانا شفت وثيقه في مدينه الدار البيضاء كتكلم على الثمن التكلفه ديال الرحلات نقل البضائع من الدار البيضاء الى بعض المدن راه زادوا تاهما في التسعيره ديالهم وهذا سيؤثر بشكل مباشر على القدره الشرائيه ديال المواطن كنت متاكد من هذا الشيء هذا راه يوقع مادام الزياده في الغازوال مازال مستمره
ومادام ان هذا الدعم اللي تكلموا عليه ماشي عند انتظارات ديال المهنيين. دابا بما اننا هضرنا على هذا الموضوع طاحت في بالي فكره مهمه، زعما تقدر تنقذ القطاع. شنو زعما انا ما نستحقش نعطي فكره للقطاع تنقذه؟ مرحبا بالعكس. علاش دابا علاش مهني النقل ما يهضروش مع المستثمر؟ طبعا المستثمر كيلامس هادشي في الواقع، كيشوف ان الغازول كيتزاد وكذا. مثلا انا كندي لك الطراجي ب 200 درهم، علاش ما تزيدنيش مثلا 220 درهم ولا 230 درهم؟ لانديكساسيون. هاد القضيه هادي هي المفروض كاينه في دول اخرى، كاينه حتى في المغرب في بعض الشركات. شوف نعاودو لطنجه، نجيو لطنجه ونمشيو للقطاع نقل المستخدمين. مثلا قطاع نقل المستخدمين 80% ديال المستثمرين اللي كاينين الان ما عندهمش عقود مع الشركات ديال النقل ديالهم، وعندهم عقود، واللي عنده عقود عنده عقود يعني غير شكليه وصافي. هذه من جهه. من جهه اخرى ان هاد القضيه ديال ان الا طلع ثمن الغازوال نزيد عليك، راه الدوله ما عملاش رعايه خاصه ليها، ما كتدخلش، فبالتالي انت تقول له نزيد عليك يسمح فيك وغادي يجي عند واحد اخر. لو كانت الدوله كتدخل وكتراقب وكت بقرار منها ممكن، ولكن ما كاينش الان، ما كاينش، فهذه ما خدامهاش وصعيبه شويه. ولكن دابا هذا المستثمر هذا اذا ربما النقل المهني هددوا باضراب او ما يدخلوش المستثمر غير واحد 8 السوايع، طبعا يكون الضرر كبير، يقدر انه يتعاون. لا هنا هنا ملي كتجي ساعه الاضراب، شوف المستثمر بيدو عنده المصالح ديالو، عنده خسائر ديالو، وعنده دي شارج بحال اللي كنقولوا، حتى هو خصو يربح، وحنا بغيناه يربح. فبالتالي هذه مسؤوليه ديال الحكومه، مسؤوليه ديال الحكومه اللي خصها تشوف الحل هذا. علاش الحكومه تربح ديك 3% الضرائب ولا ما عرفتش شحال ديال اللي كتدخل 3 دراهم ونص في الضريبه ديال الغازوال؟ الحكومه تنقص شويه، فهذا ماشي هذا الدور الحكومه هي اللي خصها تصرف. والمهني الا قال غادي نعمل اضراب، الحكومه خصها تتدخل باش ما يتماش ديك الاضراب وتشوف الحل ديالو. هذا ما كان اخير رضا، شكرا جزيلا على تلبيه الدعوه. مرحبا، بزاف نقاش ممتع صراحه، وهو باقي فيه ما يتقال بزاف ما يتسالاش. والله ما يتسال، فرصه اخرى احنا مستعدين في اي ساعه. شكرا لك، الله يجزيك بخير، نلتقي ان شاء الله في حوار ممتع. المتتبعين ديال اشواق، بارك الله فيك، شكرا تحيه لكم وشكرا. انا بعدا انا عندي امل انه غنتلاقاك في القريب العاجل اوقات المساء الهايده. شكرا جزيلا، الله يجزيك بخير. وانتم متابعينا الاوفياء، شكرا جزيلا لمتابعتكم هذا الحوار الممتع والشيق. كان معنا الاستاذ رضا الحسناوي، رئيس المرصد الوطني للنقل بجهة طنجة تطوان الحسيمة. تعرفنا عن الكثير من المعلومات وأجاب عن العديد من الأسئلة، فشكرا جزيلا مجددا أخي رضا. وأنتم متابعين الأوفياء إلى حوار آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.